أنا البطل. صباح النور، صباح الورد، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 او على 3w.الحياه.fm. برنامج انا البطل كالعاده يجيكم كل نهار احد في نفس التوقيت. اليوم في البرنامج ضيفنا باش يكون لاعب كره القدم بالاكاديميه، باش نسلطوا الضوء عليه ان شاء الله، باش تكتشفوا تباعا في الحصه نتاعنا. كالعاده اليوم باش ترافقني في تاسيس الحصه امن بوخيت في الاخراج التقني وسيف بولعريس في الاخراج الرقمي. في البداية اللاعب هذا هو لاعب كرة القدم بالأكاديمية، اللاعب أحمد العياري. مرحبا بك. مرحبا بك. وكذلك موجود الوالد نتاعو فوزي العياري. مرحبا بك سي فوزي. مرحبا بكم، عايشك بارك الله فيكم. أكيد حصتنا اليوم كل مرة نسلط الضوء على الرياضات الجماعية، الرياضات الفردية، كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، التنس، الكاراتيه، تايكواندو. اليوم اخترنا رياضة كرة القدم. أكيد احمد العياري لعب في الاكاديمي. احمد، في البدايه شنو تقرا احمد؟ سنه شنو؟ سنه ثانيه. هاي فانا مدرسه تقرا ابن سينا. ابن سينا قداش جبت معدل؟ 18.96. بارك الله. 18.96. باه عندك برشا في رياضه كره القدم. هاي قداش عندك؟ 3 سنين، 4 سنين؟ 3 سنين. 3 سنين. شكون غرمك بالرياضة؟ بابا غرمك بالرياضة. هاتو نرجع لك. مرحبا بك سي فوزي، نورت الاستوديو الحياة فهم. أكيد الصغيرات ولا مغرومين بعالم كرة القدم وخاصة مع تظاهرة بتاع كوب دافريك وكوب دو موند. كيفاش كنت أول تقبل اللي كنت ولدك في العمر هذي صغير تغرم بكرة القدم؟ كيفاش كنت؟ هل أنه صعيب جاتك من عنده هو من اللول، ونعرف الأب من اللول طفل ولده صغير يقرأ مازال كيبدأ في المدرسة، هل بالحق أنت شجعته على ممارسة الرياضة ولا شجعته أكثر باش يتلهى بقرايته؟ والله هو أحمد تبارك الله عليه، معناها من تحذيري هو ذكي، معناها عنده يقرأ أموره من رجله. أما الكورة من اللول هو يحب يلعب، يرى ترانيت، يحب يمشي يشد الكورة، قيد يا بابا من عامين ونص، معناها حبيت نقيده، ما قالوا لي لازم تقيد، معناها عمره 3 سنين هكاك. قيدته معناها في أول ما بدا في كيتسلاند، وبعد هزيته لابن خلدون. معناها هو صغير كان يترين الغادي، يحب الكورة، يلعب، معناها رايض كل يوم، معناها منظم من وقت، معناها يترين في الأكاديمية ولا منظم حتى في قرايته حتى مع أصحابه، ولا حتى توا شيء يخوف العبد، معناها جمش ولدي يسيبه لبرا. معناها ولدي كان في بخلف الأكاديمية، بخلف الواحد، معناها ما نخليوش يلعب في الشارع وقت راه معناها شيء يخوف البر. أحمد أكيد تدرب توا مع الأكاديمية، أول مقابلة اللي كنتي قداش من هدف سجلت إلى حد الآن؟ مقابلة اللي عرفته قداش من بونتو سجلته؟ أربعة. وشنو الخطة نتاعك أحمد في الفريق؟ تلعب مدافع، تلعب مهاجم، وسط ميدان؟ تلعب مدافع. مدافع باه. شكون اللي يدرب فيك في الأكاديمية؟ سيدي فخري. فخري باه. لعبتوا برشا مقابلات وبرشا تظاهرات ولا شاركتوا؟ باه. هزيتوا الكوب ولا ما هزيتوش؟ هزينا. باه. شكون من الفرق كنت تتذكرها محمد اللي لعبتوا لهم انتم وربحتوه؟ كيتسلاند. اه قداش ربحتوه كيتسلاند؟ 1-0. اي وشكون اخر؟ اريدو. اريدو. والتظاهره الاخيره اللي لعبتوها هزيتوا فيها الكوب، خديت فيها انت الميداليه، قداش من هدف سجلت؟ ما لعبتش هما معناها. اي خاطر انت عمرك صغير، لكن شاركت في بعض المقابلات الاخرى وكنت سجلت اهداف. شكون اللاعب اللي ديما ترتاح له وديما يعاونك اكثر؟ سيرت. شو اسمه؟ سيرت. اه يعاونك. باه. مالك؟ مغروم انت بالمطالعه ولا؟ اي. باه. شنو هي القصه اللي قريتها ولا اخر قصه هكا طلعتها؟ كان لي فقر. اه وقتاش طلعت القصه ذي؟ نهار الاربعاء. نهار الاربعاء. وانت اكيد مغروم، شنو هي الماده اللي تحبها؟ عربي. قد اخذيت في عدد 18.5. اي شكون المعلمه انسه تلقري فيك؟ الفن نكبه. اي ملا انت مغروم بالدراسه النص وبالتعبير والانشاء. اي باه.
يعني قاعدة توافق ما بين القراية وما بين الرياضة. وقتاش ترقد في الليل؟ الليل 8. ترقد بكري بي. والرياضي باش يكون رياضي ناجح يرقد مؤخر ولا يرقد بكري؟ يرقد بكري. باهي، وانت ترقد بكري. باهي، شكون اللاعب اللي يعجبك في تونس صاحب؟ يوسف المساكني، حنبع المشبري، الحدادي. كل يعجبوك. باهي، وفي الخارج يعني في اوروبا شكون الملاعب اللي يعجبك في اوروبا؟ باريس سان جيرمان. شكون يلعب فيها؟ باش نسمي لك زوز ملاعبيه وقول لي شكون، يا اما ميسي يلعب في باريس سان جيرمان ولا كريستيانو رونالدو؟ ميسي. صح، ميسي يلعب في باريس سان جيرمان. كريستيانو رونالدو وين يلعب؟ مانشستر يونايتد. صحيح. باهي، تتبع انت في المنتخب الوطني التونسي؟ ايه. باهي، المنتخب اخر ماتش لعبوا وربح فريق ترشح به الربانيه، شكون الفريق اللي انتصر عليه؟ نيجيريا. اه، قداش ربحت تونس؟ 1-0. شكون سجل الهدف؟ يوسف المساكن. يوسف المساكن. وعندكش فكره انه المنتخب التونسي قبل هز كاس افريقيا او لا؟ بيعرفش نعطيك الاحتمالات، هز ثلاثة مرات ولا هز مرة بركة؟ المنتخب التونسي مرة بركة ولا مرتين؟ مرة بركة. صحيح. وانت طموحك نهار اخر تحب تمشي المنتخب ولا تمشي؟ ما يعني ديما تحب تمشي للمنتخب الوطني التونسي. سي فوزي، كي نشوف طفل صغير في عمره وهو ويخمم بالكيفية ذي وطموحه ويتبع حتى المنتخب ساميهم الكل صحاح وطموحه المنتخب التونسي، حاجة بيه صغيرات يبعدوا من كل حاجات الخايبة ونتبعوهم، انت كوليد ديما تشجع فيه يعني ديما ترقى فيه وديما حتى تمشي معاه؟ تشجع فيه ديما راقب فيها. ساعات نروح من الخدمة تعب ما نحسوش بأني ما نحبش نمشي، ديما يانا نشوفه في الأوقات كل ما يلعب ديما نفرح هكا بولدي كيفاش يلعب معناها، وكيفاش حتى كل ما نمشيو للبلايص معناها بالبلاصه معناها نحسوا معناها باهي، لك الصغير هذاك ينافس بك اللي كيبات الاخرى وحاجه باهية معناها، خاصه الاكاديميه تو ظهرت تو عندهم 4 سنين، حاجه باهية للصغيرات معناها فهمت، ومعناها وماذا بيا معناها يزيد معناها يوفروا اكثر وماذا بينا تولي دورات معناها نعملوها باسم حتى ماذا بيا يعني حتى باسم جيسكا ولا حاجه تعمل دوره باسم عزيز ميلاد للاكاديميه تاع صغيرات معناها حاجه باهيه باش يعرفوا وليداتهم باش يكتشفوا وليداتهم وحاجه معناها ما تكلفش فيها تكلف فيها حتى شيء وباهيه للصغيرات خاصه في القروان معناها كانت تمشي لبلايص اخرى في سوسه معناها تبارك الله برشا اكاديمي ومنظمين امور مريقله ماذا بينا حتى نحن القروان عندنا برشا اكاديمي ماذا بينا نتلاقوا بهم وربي يفرحهم صغيرات. انت كولي الأكاديمية هذه هل انه كل شيء متوفر للصغيرات قاعدين يراقبوا فيهم قاعدين يتابعوا فيهم؟ والله ما نكذبش عليك خاصه سي حلمي في بن خلدون معناها اكاديمي بن خلدون لاهي بصغيراته ومتخلق متربي هو وسي فخري وزيد سي محمود الدريدي معناها لاهيين بصغيراتنا يسمعوا الوالي شي يحب ما يحبش يوفرونا في كل شيء كنا نلعبوا معناها في تران معناها صغير كبروا صغيراتنا زاد معناها يحب معناها زاد فلوس باش يزيد يكملها مشينا في التران هذاك طريق سوسه السياري معناها تران كبير باش صغيرات ينجم يلعبوا بالكدا ولاهي بهم حتى بالمعادلات اللي يجيب معدل بها يشكروا ولاهي بهم معناها حتى الصغير هذا ما يجيبش معدل يشجعوا يقولوا يلزمك مره جايه تجيب معدل ولا ما عادش نقبلك باش التلميذ يولي يلعب باش يجي فما تجيب معدل بالكدا وربي يستر حال صغيراتنا. احمد، شنو الحاجات اللي تعلمتهم في كرة القدم؟ كيما شنو تعلمت؟ تعلمت الروح الرياضية حتى كيف الكرة فيها الربح والخسارة صحيح ولا؟ عملت أصحاب ولا؟ إي. شكون الأصحاب اللي ديما قراب لك برشا خاطر هما تو قاعدين يتفرجوا فيك ويسمعوا فيك، شكونهم الأسماء نتاع أصحابك اللي ديما يتابعوا فيك؟ واللي تشجعهم أنت باش يكونوا ديما بحذاك؟ ريان، صلاح، مالك الغابي، مالك الجمالي، وسيشت. هذوما الكل ديما تخرجوا مع بعضكم تتلموا مع بعضكم؟ تقراوا في فرد مدرسة ولا لا؟ لا. لكن ديما كي تجيو تتدربوا تترنيو تتقابلوا ديما مع بعضكم. باهي، وقتاش تتدرب أنت الأوقات أحمد؟
في الليل في الصباح وقتاش؟ في الليل وفي الصباح وفي العشي. وفي العشي ثلاثة أوقات. باهي، نفس المدرب يدرب فيكم في ثلاثة أوقات ولا فما مدرب آخر؟ سيدي محمود. سيدي محمود الدريدي. وسيدي فخري. فخري. وحال محمي. شنو الحاجة اللي تعجبك في المدرب بتاعك؟ مش حاجة هكا تعجبك في المدرب؟ باهي معاكم؟ اي. ولا صعيب برشا؟ باهي. باهي معاكم، يشجعكم أكثر. باهي. وفما شكون يجي يشجعكم كي تلعبوا مقابلات؟ يعني فما من أولياء جماهير تجي تتفرج فيكم يشجعوكم؟ شكون أنت اللي تلقاه ديما قريب لك وديما يشجع فيك؟ بابا. اي. وماما ما تفرجش فيك ما تشجعكش؟ تشجعني. خاطر هي باش تبدا تتفرج على الحصه نتاعنا ومش تسمعك ومش تتبعك. باهي، توا مش تصلعوا انتوما ديجا، اليوم صلعتوا والبارح صلعتوا، نهار السبت البارح صلعتوا. باش تلعبوا مقابلات باش تترنوا في بعضكم توا، ديجا عندكم جمعه كامل باش تقعدوا عطله. باهي، عندكم شي تظاهره قريب ولا مازلتوا؟ اليوم تقريبا اليوم شي يقولوا فما دوره ولا انا خاطر ديما كل عطله فما ماتشات نلعبوها في الهوتيل. يعني في الهوتيل باش خاصه في الهوتيل باش الصغار ما يقعدوش عندهم فراغ. باش نسلك سي فوزي، اكيد كي يقرب وقت السانتيز الفروض التاليفيه اكيد فما قلق شويه من الولي مع الاوقات اللي يدرب فيهم الابن نتاعو، باش واحد ينجم يوافق ما بين القرايه والرياضه. هل انه خاطر فما بعض ليزاكاديمي ديما تسبق مصلحه التلميذ على الرياضه، انه في كل اسبوع هذاك يقول له انت اللي هي بالقرايه نتاعك وبعد سي نورمال ارجع من بعدنا؟ اكيد انت حاجه تعجبك برشا. حاجه اللي باهيه معناها ولات الاكاديمي الجمعه هذيك ما يلعبوش باش الصغير ما يقعدش يحب يمشي ويقلق ابوه، خاطر صحيح الاكثر الاولياء ما يحبش يهز ولده خاصه في الامتحانات باش ما يقعدش يتقلق، خاصة الوقت معناها في الليل يبدا ساعة 6 ل 8 ولا 7 معناها ما يلقاش وقت يروح تاعب باش معناها ولا الاكاديمي معناها سي حلمي كالجمعة هذيك نتاع المراجعة ما يلعبوش، يعوض لهم من بعد في العطلة وقت يعوضوا لهم. وهذه تسمى حاجة باهية. حاجة باهية، حاجة باهية. باش الصغير معناها يشد قرايته ومن بعد أنا قراية قراية ومن بعد تريمون تريمون وحده. وقت شي تريني تريني. اكيد انه الاوقات تتغير في الاوطال بالنسبه للابناء نتاعنا، والحاجه الباهيه انه منظمين. شفنا بعض الاكاديمي مشينا صورناهم شفناهم، خاصه الاكاديمي اللي مشينا لها يعني فما تنظيم، يعني فما شكون اللي ليبلوجين، فما شكون الامور الطبيه زاد، فما توفير، فما برشا حاجات. انت حتى كولي وتلاحظ اكيد فما فرق. لا لا فما فما لا حتى الامور شو تسمى اللوجستية البنية معناها أمور طبية، أمور طبية معناها أمور مريقلة معناها حتى الفيزياء نتاع ال أكيد يتبعوهم. فما تقرير حتى للعبة ذاك في تو هما فما حتى من الناحية البدنية ولو حتى صغيرات تأمين نتاع التأمين حتى التأمين لا سيرونس معناها أمورهم ريقلة لا فما سيرونس أمورهم ريقلة حتى للتلميذ هذاك في كل شيء معناها حتى في الوقت يجي باش يجي يلعب وفي يسترها معناها عاملهم كل شيء مريقلة. خاطر كيما تعرف أنت برشا عباد ساعات تضرب اللاعب تلقى ما فماش شكون يتلهى به. صحيح صحيح، وزاد الأكاديمية زاد ابن خلدون منظمة معناها عاملين نتاع الصغار وحدهم والمتوسطين وحدهم والكبار وحدهم والكلي مازالوا كي يجيو معناها يخليهم وحدهم وكل الباهيين الملاعبيه وحدهم حاطينهم في كيب اخرى فهمت اللي تحسن يهزوه للكيب الاخرى معناها فما تنظيم. سي محمود الدريدي معناها نشكره سي فخري وسي حلمي ويعطيهم الصحه. احمد، على شكون تحب تسلم في الختام الحصه نتاعنا؟ على سيدي واصحابي. شكون سيدك؟ سيدي فخري وحلمي حمام. وسيدي محمود وشكون اخر من صحابك تسلم عليه؟ الكل. وشكون اخر؟ بابا وماما. وانت سي فوز على شكون تحب تسلم؟ لا نسلم على الاصحاب والاحباب والناس الكل معناها اللي لاهين بحمد
ونشكرهم عليها على المجهود يعملوا فيه وبارك الله فيهم، وخدمة باهية ونظافة وأخلاق وتربية بصراحة، مش معناها قاعد نزيد في الحديث، أما اللي قاعد نغزلهم عليها الوالي ديما يحب حاجة باهية للصغير، لقيت معناها متربيين متخلقين ونظافة ولهيم بصغيراتنا وبارك الله فيهم. واضح، شكرا ليك. هكا وصلنا لنهاية حصتنا من أنا البطل. شكر خاص لأمن أبو خيط اللي كانت معنا في الإخراج التقني، سيف بلعريس في الإخراج الرقمي، عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الأسبوع القادم في حصة جديدة وحلقة جديدة. متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. أنا البطل.